هذا اليوم هذا اليوم وشوف انت هاي وحده اطلع الثانيه اي وحده تريا ها هاي الثانيه اطلع الثالثه لا ماكو وحده بعد هاي الرابعه اي بس هاي تتكلم هاي ابو سعود لا لا خوفني لا 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 تخاف لا تخاف الله حي يا ابو محمد وين بنحصل الصيمه وين الصيمه اسمعني احنا بنطلع وبندور والربع هناك موجودين بنتصل فيهم وين حصلوا بنروح قداهم ان شاء الله زين جاهزين طيب؟ انتوا خيوطكم بالريش كله جاهز مره بلوت كله جاهز مره مره كله جاهز تحدينا اليوم هناك تحدينا هناك ان شاء اللي يجيب اكثر ان شاء الله الله يرزقنا ان شاء الله امين يا رب يلا اذا الصيد تحت ال 2000 عندنا وعندكم ما بيكفي ترى لا لا ان شاء الله ان شاء الله فوق ال 2000 فوق ال 2000 يلا توكلنا على الله القسمه على فين ترى صيدنا وصيدكم ويا بعض حاضرين حاضرين يلا موفقين خير ان شاء الله موفقين اليوم طلعنا عشان صيد الصيمة اتجهنا احنا والفريق الثاني على المناطق اللي تتواجد فيها دورنا على الصيمة في عدة اماكن قطعنا تقريبا من 10 الى 15 ميل بحري وصلنا على المكان اللي نعتونا فيه الشباب جزاهم الله خير انت وين محط خيطك هنا وتصيد قدام هاي سنة الحياة كيف بعد سنة الحياة التجهيزات اللي تسبق اي رحلة صيد لازم تكون محددة حسب نوع السمكة اللي انت تستهدفها دائما لازم يكون عندنا صديق لازم يكون عندنا ربع في البحر يدلونا في الاماكن اللي تتواجد فيها اليوم تحصلها هني باكر مكان ثاني فسمكه متحرك مش ثابته مكان ثاني احنا اليوم كان استهدافنا للسمك الصيمه وهو عباره عن سمك حي طعوم حيه هذه الاسماك ان احنا نصيدها بكميات ونجمعها على اساس ان نستخدمها في صيد الاسماك الكبيره وطبعا الاسماك الكبيره متنوعه وكثيره منها اليودر ومنها القباب ومنها العنفلوس ومنها الغزال ومنها الصدى يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الصيمة حتى في صيدها محتاجة اللي هي خيوط بالريش المقاسات تكون مخصصة لها يعني عندك الرقم 5 في قياس الريش اللي انت تستعمله 6-7 يعني في عدد من القياسات لازم تستعمله مرات يعني التيك على الألوان في الريش هذا في لون ما تطرب ولا انك تقدر تصيد تنزل لون ثاني فخسائرنا في استعمال الريش هذه بعد نواجه فيها صعوبة
يات وش ما هذه ياتا. عايش حمود اوكي روح. الهدف من انك انت تجمع كمية كبيرة من الصيمة لانك انت بتنشح كمية منها، وفي نفس الوقت بتحط الميادير في بعض الاسماك هذه وبترميها مع بعض، ان اليودرة لما تغفي تاكل الاسماك على السطح. الصيمة حاجتها في صيد اليودر، اذا انت بتصيد يودرة بحب الصيمة لازم تنشح ليها ما يقل عن 20-15 وفوق، يعني تنشح ليها في البحر عشان انك تصيد حبة يودر. يعني انت بتنزل على السطح والسمكة هذه بتشوف الطعوم هذه وبتحاول تلتهمها وبتاكلها، ومنها انك انت ما توقف. يعني في شخص يكون باستمرار ينزل هاي الطعوم على اساس ان اليودر خلاص عندما تحصل رأي او تحصل ييمة تحاول انها تاكل تلم الييمة هذه اللي قدامها، لان حاليا ما في مو موجود الصيمة في البحر او في الاعماق. تنزل البر كل ما برد الجو شوي وتعدل تنزل هاي الاسماك في البر وتتكاثر اصلا في البر. نحن مستهدفين يعني نصيد الصيمة الصغيرة لان هي اللي نحتاجها عشان طلعت باكر ان شاء الله. كل ما تبى الصيد ازيد كل ما لازم تصيد صيمة اكثر. اذا بين شيء بنصير بنغير. شوف اللي قدامك اخ لازم تنتبه. سلامات الله يسلمك. نواجه صعوبات في صيد الصيمة خاصة ويا خيوط بالريش. اول يعني حادثة تستوي انه ضربني المدار ودخل لي في صبعي. الله طلع الدم يا ريال. عيب البكر؟ لا ما يباله بسيطة بكر. بسيطة ماي البحر ما يباله. هني لازم تتصرف تصرف هادي وتفكر كيف انك يا انك تطلع المدار بطريقة احترافية او انك تستعين صديقك يساعدك على اخراج المدار. بسيطة مدار صغيرون. يا الله. في صيد الصيمة لازم تاخذ احتياطات كامل، خاصة عدة الامن والسلامة اللي هي عدة الاسعافات الاولية. مثل هذه العدة تكون معاك موجودة في الطراد دائما. اهم شيء اسعافات اولية موجود، كل شيء موجود، بس احتياطات كلها موجودة. اهم شيء احتياطات بكر كلها موجودة. الصيمة لها طريقة صيد خاصة وغالبا تنصاد بالريش، وهو يكون مثلا عدة قياسات، قياس 5 أو 6 أو 7، أو ممكن نستعين بأحد من الأخوان في الضغوة مثلا لو كان عندنا متوفر في الضغوة. أوقات نصيد كميات في الضغوة نحاول أن نحتفظ فيها ونجيبها في المينا ونحطها في درامات على أساس تظل حية، على أساس باكر لو فكرنا نصير يودر يكون عندنا متوفر صيمة. بعده ما في شيء عنده نفس الشيء. طبعا صيمة إذا كانت متوفرة بكثرة ما تطول معها، يعني لأنك تنزل الريش اللي هو فيه 10 ميادير، تنزل يعني عندك 4 ولا 3 في الطراد، كل حد يصيد 10 10 10 10، ما تطول يعني في الشغلة، غير يعني تاخذ 2 أو 3 ساعات وتترس المحايل اللي عندك وترجع. بالربع بنغير، ترى انا بنصير هناك قدام لان سمك اشوفهم هناك شباب يصيدوا اكثر. ابوي خلونا نصيد. وين يا عيل؟ وين صايدين؟ خلونا نصيد على راحتنا. يا الله بالسلام. السلام عليكم مطروشي سعود. السلام عليهم. طبعا الفريق الثاني اليوم يوم شافونا نصيد بكثره وهذا وقالوا لنا يو ورانا، قالوا لنا ربطونا بحبل اذونا. ربطناهم يوم ربطناهم على طرادنا ودق في المركب في الدوبه. ما تبونا نشارككم الصيد؟ لا تشاركونا. لا بنتحداكم بنغلبكم. ما عليه زين. بالاخير بنشوف. يلا
بنربط عندكم ورا يوم دق في الدوب بعد غطى المحرك انكسر شوي، لكن بالنهايه نحن اخوان ترانا والامور طيبه، اهم شيء ما في ضرر وايد على المكينة الحمد لله. وكايم بالجوري ما يهمك طول على الحبل حاضرين طول على الحبل شوية، طول رجع ورا وكايم. عاش حمود ثلاث حلم وليد على المكايد. بعيد وين بعيد؟ والله ابو حمد لعوزونه والله. هد الحبل كل شوي طرادنا يعلى هذا، ربطناهم اشوف ساعه كنا مرتاحين. هد الحبل هده ثمانيه سبعه ايه. من المواقف الطريفه اللي صارت لنا اليوم مع ربعنا اللي هم بالفريق الثاني، ربطنا عندهم شوي، فعلى سبيل المزاح انهم بطلوا الحبل ونحن ما ندري، فسمر القارب خذنا السمار وخذتنا المايه بدون ما ننتبه. لما انتبهنا شفنا الحبل مقطوع. وي بطلت الحبل ما يستوي. بارك الله فيكم، ما يستوي بعد ما في حبل، ما في نتكلم. بارك الله فيكم. هاي اللطف اللي بيننا لازم يكون يعني موجود، لان مثل ما تشوف انتم يعني الشمس والحر في البحر والتعب، لازم بعض الاوقات تلطف الجو من بينكم، تصير هالفكاهات من بينكم. يعني وصلنا عندهم وربطنا وراهم لاصطياد الصيمه، لكن تفاجانا فجاه وقصوا الحبل وسمرنا عنهم. عشان تلطف وتخفف على اللي طالعين معاك البحر، تخفف عليهم وضحك وما ضحك هالسوالف. والله لو تمت حياة سعيد زين بروح سعيد بطلت الحبل. الله يجزيك بطلت الحبل الحين عنا يا اخي. تلعوزنا يا اخي، تعوزتونا لا ما تبون انا اغلبكم عشان كذا بطلت الحبل. ما حال هذا، كسرتوا علي المكاين. اداكم الله زين الطراد، نتيجة انه كان الطراد في موي وضرب عندهم في المكينة وتضايقوا من هذا الشيء، حقهم ما نزعل عليهم، لكن لازم تكون في نقاشات وتكون في شويه يعني سوالف بين الشباب والربع، دائما هذه تحصل. لا حول ولا قوه الا بالله. بنصير ورا احنا، بنصير ورا وما بنصيد رزقكم، بنصيد رزقنا بس. ما علي جماعه، ما علي اخواننا وربعنا. ربعنا ما عليه. ربطوا بالجهه الثانيه، ربطوا. مثل هاي المواقف انت تتعلم انك انت مثلا اشخاص ما يحب حد يشاركه، ما يحب حد يضايقه، يحب يكون منعزل، يحب يصيد بروحه. الصيمه محتاجه تخزين عشان اليوم اللي بتطلعه، محتاجه درامات تكون متوفره ليها عشان الكميات الكبيره، محتاجه طراد مجهز كامل. لازم يكون القارب مهيئ لهذه الاشياء مثل الصيمه عشان تتم عندك يعني في الطراد حيه مثل المحية، يكون يعني بالافضل يكون عندك كذا محية يعني في الطراد، وتكون مكاين شغاله انه يتبدل الماي والاكسجين عندهم. يعني المكان مش انه كبير ولا انه صغير، بس انه الماي يتبدل. دام يتبدل الماي ما عندك ابدا مشكله ان اليم يتم عندك حي. القوامر بنزافاتهم بالاحجام، يعني كل ما انك تبشل كميه كبيره من الصيمه لازم تكون عندك القوامر كبيره ومجهزه بنزافات لتغيير الماي، امور كثيره محتاجه انها الصيمه عشان انها تعيش عندك وتستمر وياك طول فتره الصيد. Thank you.
الربع صار مكاننا، قلنا لهم هناك شيء صيد صار مكاننا. يا احنا طمعانين يا ابونا مكانهم، قالوا صيمه مره هامده وهكمها زمان على الربع بنصير هنا، بنصير يمكن لنا نصيب ان شاء الله. يلا ان شاء الله خير، بندور ورا هناك يمكن نسبك بعزين بعزين، توكل على الله قابله ورا هناك. سعيد لازم نشتري صيمة، ما شيء صيمة اليوم سعيد. وين نشتري يا أبوك؟ حبة بدرهم ودرهمين يبيعوها. لازم فوق الأمس 1500 حبة لازم عندك. حبولك بعد. شغلة النشاح يعني يبالها كمية كبيرة، تقدر تشيل 2500 3000 ما عندك مشكلة. المشكلة إنك أنت تنشح عشان يطلع عندك السمك، يطلع السمك فوق يغفي، ما تقدر إنك تتحكم يعني. اللي بليه من الحي تنشح طلع، ما نشحت ما شيء يطلع. لازم صيمه عندك، لازم فوق 1500 اذا بيصير بحر. انا اقول لك اقل عن 2000 ما رايح باكر مره، يا نصيد يا نشوف ان حد يبيع برخص. لو صرت وعندك وكل شيء، لكن ممكن الله ما رايد لك، يمكن انت جيت في وقت ما بتاكل فيه. السمكه موجوده بس ما تاكل، لان مثل ما قلنا السمكه يعتمد على نوع رعيها، يعتمد على وقت ضربة صيدها، يعتمد على التيارات، في أمور كثيرة وعوامل كثيرة تأثر في الصيد. فلذلك الواحد يحط احتمالات كثيرة ويحط خطة معينة، يحط الأمور اللي محتاجينها في البحر وبناء عليه يسعى فيها ويتسبب، والرزق عند الله تعالى. قطعة السمكة أنا مرة أموت إن شاء الله. إحنا بنكون صايدين أكثر عنه. لا الحمد لله صايدين، إحنا صايدين زود ما شاء الله حول 500 الحمد لله. ايه يعني هم اللي بيشتروا. ايه كان كذا زين بايعهم. الله عايا سعيد، انت ما بحار سعيد، ناس البريه ماكل عيب تنسى اشياء ثانيه، واحنا معتمدين عليك في البحر. ما تاكل يا ابو حمد، ما تاكل يا ابو حمد، معتمدين عليك في البريه وكل كل شيء. الكميه اللي صدناها قليله، المحتاجينه فوق 2000 حبة. الحمد لله هذا اللي بناه من وافي إن شاء الله من عند الأصدقاء، موجود عندهم بعضهم صايدين وما بيطلعوا، منشتري من عندهم إن شاء الله ومنتوكل على الله إن شاء الله لصيد السمكة اللي احنا مستهدفينها بإذن الله. صدنا تقريبا 300 حبة صيمة. انا احس ان يعني هاي الصيمه ما بتوفي الغرض اللي احنا محتاجينه، محتاجين كميه تقريبا من 1500 الى 2000 حبه صيمه. كل ما جمعت كميه كبيره يكون فرصه الصيد عندك كبيره، فيها نوع من التعب ونوع من المشقه، ولكن هذا البحر. اما في ايام تيك يعني ما متوفره، نادره كثير يعني تيك على حبتين حبه حبتين، مثل اليوم يعني موجودة لكن ما توفقنا يعني إنه وايد صدنا والحمد لله. البحر بشتى أنواع الصيد فيه في نوع من التعب، وهذا التعب يعني ما يك شيء، مثل ما يقولون ما يك شيء بدون تعب، بدون تعب ما تحصل شيء سهل. عندك جهاز كاشف الأعماق يبين لك السمك موجود في أي عمق وأي المسافة اللي هو موجود فيها، يعني عندك سونار يعطيك بالسانتي يعطيك كم العمق اللي موجود، 10 12 13 15 متر تحت الماي يبين لك يعني السمك موجود. ما هي موجودة تحت هذا السونار لكن ما تاكل ما أدري. والحمد لله يعني توفقنا صيدها لكن مو بلا الزود يعني كثير والحمد لله. سعيد نغير المكان نغير الوجهة. وين نروح وراء؟ شوف لنا مكان ثاني يصيد عليه. ابو حمد جاي بين والله شيء صغير. شوف انت ها 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 هاي وحده اطلع الثانيه. اي وحده تريا ها هاي الثانيه اطلع الثالثه. ماكو وحده بعد هاي الرابعه. ايه بس هاي تتكلم هاي. لا بعد عندنا اللي يتكلم هاي. بس هي صراحه حركه ما حلوه. ليش؟ يا اخي ما يصير بطل حبة خلينا نصمم. يا اخي ما يصير كسرت المكاين. شوية زين الطلال، شوية زين الطلال. عندي هذا
ما مشكله بقى الحمل بالسكين عادي. لا لا اخي باهات اصلا بطلع ما بقى الصبارك الله فيه. كسرت علي الطراد انت ما خليت لنا شيء. ما عليه سعيد الزيت كلمونا مرد عندكم شويه ونطول الحمل. لكن تبطلوه كذا تخلونا نسمر ما حلو. يوم اكلمكم حمود يتنازع. مهم شو صيدكم انتم الحين؟ شيء صيد ولا تعبان انا؟ شيء شيء شيء. لان هناك اغلب ورا تراها. علينا لازم مسؤوليه ان لازم ننقل هذه المسؤوليه اللي نحن استكتسبناها والخبرات اللي تعلمناها ننقلها للجيل الجديد والجيل الجاي. هذا جزء الصيد بشكل عام وبشتى انواعه جزء من تراثنا العريق وتراث آبائنا وتراث دولتنا. لابد أن نشكر والدنا الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. أنا أسميه أبو التراث لأنه يحببنا في التراث ويحرص على أن نحن نتعلم التراث هذا ونحاول أن ننقله للأجيال القادمة. اليوم أنا لو تركت هذا الصيد وتركت البحر وتركت هاي المهنة اللي أنا تعلمتها بعد فترة بتندثر. فلا بد أن نحن مثل ما احنا اكتسبنا هاي المعرفة وهاي الحب والشغف بالبحر لازم ننقله لجيل قادم بي 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 بيكون بعدنا. فلازم احنا نوصل الرسالة بشكل صحيح وبشكل دقيق على أساس اللي رايح البحر يروح يصيد ويستانس وفي نفس الوقت يكون في مردود له مادي. لأن اليوم البحر مكلف نوعا ما أكثر من السابق، ولكن الحب فينا هذا اللي انزرع للبحر لازم نحن كنوع كرد من الجميل أنه لازم نحن نتمسك فيه ونحاول ننقله للجيل القادم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو صيدكم اليوم؟ شو الصيد ابو حمد؟ صيد خير وايد. شي صوبكم مرة بنحطيها كلها صوب بعض. نواجه صعوبات تخزينها هنا، طيور تاكل منها ورزقها الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الرحمن. لا لا فايزين علينا، فايزين فايزين. كفو كفو والله كفو عليكم، الله يعطيكم الصحة والعافية. لا لا بعد بس سعيد شوفوا الشباب ترى هاي الكمية ما تكفي طرادين باكر في تحدي إن شاء الله، وبنشوف ان شاء الله الفريق الثاني وجاهزيته وان شاء الله ما يكون علينا قاصر شيء. ربطت محمد ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله عليك يا محمد. يلا توكلنا على الله. باكر ان شاء الله الساعه، باكر الساعه 4 ان شاء الله. ان شاء الله هي 4 مره ومتوكلين على الله ان شاء الله.